الكارثة التي ألمت بمدينة درنا لم تنتهي بانتهاء الإعصار ولا انتهاء السيول، وإنما تستمر طالما أن هنالك جثث متناثرة سواء في داخل الأحياء وتحت الأنقاض أو حتى قرب الشاطئ وفي مياه البحر. ينضم إلينا الطبيب نصر صالحين البي ليتحدث أكثر عن مدى الأضرار التي يمكن أن تحدث جراء انتشار الجثث في المياه. هذه المياه مالحة، مياه بحر، وبالتالي تفسخ الجثث قد يكون سريع. دكتور نصر، ما كم جثه تستخرجون يوميا تقريبا من 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 مياه البحر قرب الشاطئ؟ اول شيء السلام عليكم، الصلاه والسلام على رسول الله. والله ما نقدرش نقول لك ان نحدد لك عدد معين، لكن يوميا الجثث في تزايد، مره 19 ومره 400 ومره 200 ومره 500، كل يوم تلقى عدد، وكل يوم في مكان. مره تجي لي مكان كيف هالمكان هذا تطلع منه 10 جثث 13 جثه 20 جثه، نحاولون فيه من المستشفى الميداني وغادي طبيب شرعي ومختصين وقصص. لكن الامر الكارثي بنا لازم من تدخل دولي. الامر هذا راه ماهوش محلي، ضروري من تكاتف دولي، لان الامر هذا لازم من انقاذ ما تبقى من مدينه درنا. والله تلوث المياه وصايب من صايبين من اول ما حلت الكارثه، وهذا شيء هذا كيف هذا في علم الغيب. قصدي بنا قاعد الاوديه وقاعد البنيه التحتيه ضعيفه متهالكه، أراي بتجي سيول أخرى وبتجي فيضانات أخرى وحتسبب كارثة بأكثر من اللازمة. هو ها تشوف فيها على مدن الكارثة قدامك أنت. وكما نشكر جميع الوحدات الأمنية القائمة بدورها، قائمة بدور الإنقاذ، قائمة بدور الحماية، قائمة بدور التأمين، قائمة بدور بأمانة بمجهودات جبارة الحقيقة، قد ما نوصف فيهم مستحيل نكفيهم حقه. ونسأل الله أن يترحم على الشهداء، هذا ما نقدر نقول. شكرا. إذن هذه هي الأحوال، هذه هي الأوضاع هنا على شواطئ درنا. بحسب ما يقاله قادة فرق الإنقاذ بالأمس بأن هنالك آلاف الجثث متناثرة سواء بالقرب من الشواطئ أو حتى على مسافة 3 كيلومترات بعيدا عن الشاطئ، ولكن انتشال هذه الجثث بطيء وصعب جدا، خاصة وأن هنالك كتل إسمنتية وسيارات والكثير من العوالق متراكمة فوق هذه الجثث، بالتالي هنالك مستلزمات من أدوات الرفع الثقيلة لكي يتم إزالة هذه الجثث بشكل سريع. قد تستغرق العملية عدة أسابيع أو عدة أشهر. حتى الآن هنالك حديث عن أن العملية ستستمر لمدة 20 يوما، ولكن المعلومات من قبل أحد قادة فرق الإنقاذ الذين تواجدوا بأمس بالاجتماع الذي جمعهم جميعا قال بأنه بعد 10 أيام ما يجب أن يحصل هو عمليا إيقاف عمليات الانتشال والإنقاذ، لأنه من المؤكد أن جميع من هم تحت الأنقاض ربما توفوا، وبالتالي يجب عملية إجراء هدم وتطهير للمناطق المصابة، مناطق الكوارث، وبالإضافة إلى التركيز أكثر على منطقة البحر لإزالة كافة هذه العوالق، وإلا هذه المياه ستدخل في المياه الجوفية وبالتالي سيكون هنالك كارثة صحية تلم بكل مدينة درنا. سلام كيالي الغد، درنا.